يتواصلوا مرحبا بكم ونتمنوا ان البنيه تاعهم يستافدوا. لا لا ان شاء الله ان شاء الله راح تكون رفقه نسويه يعني بوجود ديالكم تاع الشراكه ولادنا ان شاء الله شي فريق نسوي ان شاء الله كما تتبعتم اليوم قافلة كرة القدم النسوية تحط الرحال بالمديرية الإقليمي بأسفي وبالضبط بالثانوي التأهيلي الحسن الثاني. هذا النوع بطبيعة الحال من القوافل ما يمكن إلا يشجع يعني التلميذات والتلاميذ على أو التلميذات عفوا على ممارسة الرياضة النسوية كرة القدم. وبطبيعة الحال دائما كيبقى الباب مفتوح اننا في كل ما يعني دعت الضرورة اننا يعني نديروا مسار دراسة ورياضة في اي رياضة فاحنا كنفتحوها داخل المؤسسة التعليمية. نبغي بهذه المناسبة نشكر يعني الناس اللي نظموا يعني هذه القافلة واللي يعني داخل هذه المؤسسة وكيف ما لاحظتوا بان كاين واحد الفرحة عارمة ديال التلميذات ومع الاباء ديالهم وهذا الشيء ممكن الا يشجع الرياضة المدرسية. وبطبيعة الحال بحكم ان الوزارة الان هي وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الاولي يشجع كذلك الرياضة للعموم. إذا كنبغي نتوجه للشكر لجميع المنظمين ونبغي نقول بأن الحمد لله القافلة يعني كانت ناجحة وناجحة بامتياز على أساس أنه نشجعوا كرة القدم النسوية باش إن شاء الله تكون عندنا فرق محلية وفرق جهوية وفرق وطنية اللي تمثل المغرب على الصعيد الدولي. شكرا لكم. أولا كنشكروا هاد الناس على هاد القافلة اللي جات باش تعرف بكرة القدم النسوية بلي الكرة كتلعب لجميع الفئات كمرأة كراجل كبنت كولد تحت شعار حتى انا بطاله. شكرا لهم بزاف. شكرا مدام جليدي اليوم كاملين كل واحد بالاسم ديالو والصفه ديالو جو مدينه اسفي وحاولوا يعرفوا كره القدم النسويه. وكيف ما كتشوف داز الحدث زوين وكل شيء زوين والحمد لله. وشكرا لكم حتى نتوما القنوات ديالنا ديال مدينه اسفي اللي كيحاولوا يعرفوا بالمدينه باحسن صوره. كنبغي نشكر الطاقم الاداري والتربوي اللي قرروا انهم ينظموا لنا هاد البادره الطيبه ديال قافله كره القدم النسويه واللي خلاتهم يسلطوا الاضواء على الكره النسويه. وكنبغي نشكر مدرسه الحسن الثاني على الاستقبال الجميل اللي استقبلونا وعلى الضيافه حسن الضيافه وشكرا. وكنبغي نقدم تحيه للمدير الاقليمي اللي عد براسو وحضر معانا. عجبتني بزاف هاد القافله المغربيه اللي النسويه عجبتني بزاف. داروا للنساء كره القدم. وكنشكر الطاقم التربوي ومدرسه حسن الثاني على هذه التحسيسيه الحمله التحسيسيه. اليوم جيت نشارك في القافله ديال كره القدم النسويه وكنشكر بزاف اللي نظم لينا هاد القافله والاجواء كانت زوينه. وكنصح كل بنت تلعب الكره وان شاء الله نكون احسن لاعبه في العالم.